ينتظر مسؤول نادي الزمالك رد سيد فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الابيض على العرض المقدم له للموافقه على التجديد للقلعه البيضاء بعد الجلسه التي جمعتهم خلال اليومين الماضيين. كان سيف فاروق جعفر قد ابدى موافقه مبدئيا على التجديد لنادي الزمالك، ويتبقى الموافقه الرسميه على العرض المقدم له من اداره القلعه البيضاء.